بالبساطة دي بعد ما تسيبها وتسافر السنين دي كلها ترجع تقول لها عاوزك؟ أنا سافرت واتمرمطت ليل ونهار عشانها يا أستاذ فوزي، وبعدين الحمد لله أديني رجعت ومعايا فلوس كويسة. يا عم الفلوس الكويسة دي خليها لك، هي مش محتاجاها في حاجة. قصدك إيه؟ قصدي يا سيدي إن دلوقتي الأستاذة زهرة بقت من كبار ستات الأعمال في مصر، والفلوس اللي أنت بتتكلم عنها دي ما تجيش نقطة في بحر بالنسبة للي عندها. حتى لو كانت الملكة بالإزة نفسها، دي مراتي، حقي. أنت مش المحامي بتاعها وبتفهم في القانون كويس؟ حقي ولا مش حقي؟ يا عم حقك ما قلناش حاجة يا سي جلال، بس هي كمان ممكن تخلعك. إيه؟ تخلعني؟ طب تستجري تعملها كده وتشوف هعمل فيها إيه؟ أنا بقى اللي هخلعها من على وش الدنيا. بقول لك إيه يا أستاذ فوزي؟ هي دلوقتي على ذمة مين غيري؟ أنت حد قال لك إنها متجوزة؟ اللي قال لي قال لي بقى. طب اهدى بس وسيبنا أنا هتصرف معاها. طب أنا نفسي أشوفها. أصل أنت ما تعرفش، تعرفش هي وحشاني قد إيه. أصبر شوية يا عم جلال بقى علينا، أنت معاك فوزي العدا والشماشرج المحامي. يعني أي حاجة بإذن الله محلولة، وبعدين أنت طافش يا عم بقالك سنين، مش قادر تصبر كام يوم. ويخرب بيتي ليه بس يا حاج؟ عشان دايما تجيب لي أخبار منيلة زي قرعتك. إزاي بس يا حاج؟ أنا جايب لك موضوع كده هيحل عقدتك، ويفك زنقتك، ويبارك في لقمتك، ويحبب فيك خلقه. إيه يا غرا أنت؟ أنت عمال تتكلم كده زي النصابين واللي بيضربوا الودع. كده برضه يا أستاذ منتصر، وأنا اللي فرحان إن أنت حاضر معانا القعدة دي. معلش يا خليل، ما تاخدش على كلام الأستاذ منتصر. وساعات كده يلفظ في الكلام ويقول حاجات يعني ما بتجيبش عقد نافع. أنا بقى يا حاج اللي جايب لك الموضوع اللي فيه العقد النافع. طب ما تقول يا خل مستني إيه؟ جلال يا حاج. جلال تقعد معاه تبلف وتقعد معاه كده وتشوف عاوز إيه وتحطه في جيبك، يبقى المشكلة اتحلت. يجيب لي الأول ما يثبت إنه رضاها وأنا أديله اللي هو عايزه. وأنا لا يا حاج. وأنت كمان تاخد اللي فيه الاسم. طب ما تشوف لي اي حاجه دلوقتي، انا نسيت شكل ال 100 جنيه. انا حبيبي ما بوزعش فلوس، انا ماشي على راي المثل اللي بيقول البكا على راس الميت. يعني انت تجيب لي اللي يثبت ويوافق انه يطلقها وانا اعكمه واعكمك. ايه الكلام اللي انت بتقوله يا فوزي؟ انا بعد ما قابلته امبارح ما رضيتش اتصل بيكي عشان ما زودش عليك الهم والفكر اللي انت فيه. اللخبطه دي بس يا ربي. أنا متأكدة لما نزلت من بورسعيد كان مطلقني، وسمعت بعد كده إن هو راح الخليج واشتغل هناك، ما جاليش أي إعلان إن هو ردني. أنا عشان كده ساعتها وافقت إن أنا أتجوز فرج. أنا حتى لميها رحت الفرج وقلت إن أنا كنت متجوزة قبل كده وطلقت. أنا كل اللي خايف منه إن حد غيرك يكون استلم الإعلان ونسي يديهولك أو ضاع منه ومرضيش يقولك. أيوة حد زي مين يعني؟ حد من الجيران؟ إيه مصلحته إنه يعمل كده؟ أياميها في البيت ما كانش فيه غير خليل وأمي، وأمي ست تعبانة، وليه ممكن تعمل حاجة زي كده وتخبي عليا؟ أنا مش عارف ليه شاكك في واحد معين. مين يا فوزي؟ خليل أخوك. خليل؟ معقول يعمل حاجة زي كده؟ ما أنت عارفة خليل أخوك. ده ممكن يبيع امه عشان الفلوس. ايوه بس ايه مصلحته؟ مصلحته ان انت تتجوزي واحد غني عشان يستفيد من وراك يا زهر. تفتكر يا فوزي ده لو كان هو اللي عمل كده انا هطربق الدنيا فوق دماغه. رايحه فين؟ استني. رايحه 60 ناحيه. يا حصل كمان حاطين في مصيبه زي دي؟ يا ست اهدي، الموضوع ده عايز حكمه في التصرف. سيبيني انا وانا اتصرف احللك الحكايه دي. اهدي. سيبني دلوقتي يا فوزي. طيب اهدي انت بس. بالشفا ان شاء الله. كتر خيرك يا زهر.
ما تحرمش منك. في الحقيقة أمي أنا مش عارف أتشكر لها إزاي على تعبها معانا. ما تقولش كده يا سي جلال، دي ست والدتك زي والدتي بالظبط. عشان كده يعني مش هموصيكي عليها. يا لهوي توصيني عليها؟ ده أنا ما شفتش حد أطيب منها. بتهيألي لما بتدعي لك ربنا بيوفقك ويفتح لك كل السكك المقفولة. بدعي له من كل قلبي والله، هو أنا ليا غيره؟ وأنا كمان يا أمي ماليش غيرك. مش عايزة مني حاجة قبل ما أمشي؟ عايزة سلامتك، يربحك ويرجعك دايما غانم سالم يا جلال يا ابن نعيمة. ابسط يا عم، ده وعلى الماشي اهي. هو انا عايش غير ببركتها؟ لا 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 كتر خيرك يا سي جلال، انت خيرك مغرقني. خدي منه يا زهرة، انت تستاهلي كل خير. خلاص بقى ما تكسفيش امي بقى، يلا اشوفكم بخير. تروح وترجع بألف سلامة. يسلمك ربنا من كل راضي. السلام عليكم يا رب. مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. عادلك المخدة يا ست الكل؟ كتر خيرك. أهو كل مرة كل مرة يجي جلال وأشوفه أقول دي آخر مرة هشوفه فيها. ما تقوليش كده يا حبيبتي، بعد الشر عليك ربنا يديك طول العمر. مش عايزة حاجة مني؟ سلامتك سلامتك يا زهرة. طب لو عوزتي أي حاجة اضربي بس الجرس اللي جنبيكي ده وانا هجيلك على طول. امشي قبل ما اشوفك؟ كل ده ما شفتنيش. اعمل ايه بقى يعني، ما انت بتوحشيني على طول. وبعدين معاك بقى يا سي جلال، الحب غلابه زهره. بسرعه كده؟ انا بقالي شهر بشوفك كل يوم وتقولي لي بسرعه. هو انت مسافر بورسعيد؟ ايوه، نفسك فيه اجيبه لك المره دي. ياه، نفسي في حاجه كبيره قوي. الدنيا دي كلها بس كده؟ ده انت تأموري، عايزه ايه المرة الجاية بقى لما تيجي بالسلامة؟ الجميل ماله النهاردة؟ جلال ايه مالك؟ في ايه يا زهر؟ مش عارفة اقولك ايه يا جلال، عندي خبر وحش قوي. أمي بقى في حياتك. أمي ماتت. شد حيلك يا جلال. هي ماتت امتى؟ ماتت بعد الفجر. انا لازم اخدها ادفنها في بورسعيد. متشيلش هم يا جلال، انا هاجي معاك. انا مهما حاولت اشكرك يا زهره مش هوفيكي حقك. انت عملتي معايا اللي ما تعملوش اخت لاخوك. ما تقولش كده يا سي جلال، انت تستاهل كل خير. انا همشي بقى. طب انا هوصلك. لا خليك، انت تعبان ما نمتش طول الليل. ما انت كمان تعبت قوي زهرة. اشوف وشك بخير يا فوزية. بيخليني نشوفك، احنا حبيناكي والله. والله العظيم وانا كمان. مع السلامة يا استاذ عبد الحميد. مع السلامة ست زهرة. مع السلامة. راجع لكم يا عبد الحميد. ست طيبة والله يا عبد الحميد. بنت حلال. Thank you.
جبت لي التذكره؟ اه زهره جبت لك التذكره. كتر خيرك وخد شويه الحاجات البسيطه دي معاك. ايه دول يا جلال؟ لا دي حاجات بسيطه كده. ربنا يكرمك. كنت بقول لك ايه، دلوقتي فاضل على الاتوبيس حوالي 3 ساعات على ما يقوم، وانا بصراحه كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. ما تيجي نقعد في حته كده نشرب حاجه نتكلم كلمتين؟ خير يا جلال؟ انا عارف يا زهره ان الظروف مش مناسبه، بس انا خايف ما اشوفكيش تاني. ليه بتقول كده؟ ما انت عارف المكان اللي انا بشتغل فيه. تتجوزيني يا زهره؟ ليه مالك سكتي ليه؟ ما رديتيش يعني؟ اصل في الحقيقه يا جلال انت فاجئتني بصراحه. بقى ما اخبيش عليك، الموضوع ده في دماغي بعد ما شفتك باسبوع. حتى انا حكيت لامي الله يرحمها، فرحت قوي وقالت لي انت لو ربنا كرمك بواحده زي دي تبقى اتفتحت لك طاقه القدر. ها ايه رايك يا زهره؟ رايي في ايه؟ ما فيش جواز بيتم بالشكل ده يا جلال. طب اديني فرصه افكر. خلاص يا زهره انا هنزل لك بعد يومين تكوني فكرتي. انت مستعجل قوي كده ليه يا جلال؟ مستعجل ايه بس؟ زهره انت ما تعرفيش مشاعري ايه من ناحيتك. لا عرفت يا جلال، وشفت كمان شهامتك وجدعنتك ورجولتك، بالذات لما سبتلي المطرح كله لما بيتت عندك لوحدي. بس انا محتاجه افكر كده اسبوع عشان اعرف افكر كويس قوي. زهره جلال انت كنت رايح فين؟ انا كنت بدور عليك. الحمد لله على السلامة. يا ترى ماليش عندك أخبار حلوة؟ مش عارفة أتكلم معاك دلوقتي خالص يا جلال، أصل عندي شغل كتير، بس هخلص كمان ساعة ونص. طب إيه رأيك نتغدى مع بعض وبالمرة نتكلم؟ ما عنديش مانع، هنتقابل فين؟ في كافيتيريا، إنما آخر ألاجة. آخر ألاجة؟ أنا مش عايزاك تدفع فلوس كتير. أنت بس تأمري أنا سداد. أقول لك حاجة، أنا عارفة مكان حلو قوي ورخيص جدا. اللي أقول لي يا جلال، هو انت بتشتغل ايه؟ بس انا عايزك تحكي لي على كل حاجه بصراحه، ما تضحكش عليا. اخص عليك يا زهره، وانا من امتى كدبت عليكي؟ انا يا ستي بشتغل كوميسيونجي. يعني ايه كوميسيونجي؟ يعني باخد بضاعه من تاجر ابيعها لتاجر تاني واطلع حسنتي. وبتكسب كويس بقى يا جلال؟ ما كنتش جبت ام الله يرحمها عندك في المستشفى اللي انت بتشتغلي فيها، شوفي بقى انا كمان صرفت عليها قد ايه، يعني ما قصرتش معاها. ما دي حاجة من الحاجات اللي عجبتني فيك يا جلال. الحمد لله، يعني موافقة؟ ايه ده حيلك حيلك، هو انا لسه سألتك بيت الأسئلة اللي عندي؟ يعني انت كده عايزني بقى أعيش معاك في بورسعيد؟ طبعا يا زهرة، انت عارفة رغم ان انا مش من بورسعيد انما انا حبيت البلد دي قوي وما اقدرش ابعد عنها. وشغلي اسيبه يعني؟ بصراحة بقى انا ما احبش مراتي تشتغل، وانا مستعدة اديلك المهية اللي كنت بتاخديها من المستشفى، وإذا كنتي برضو عايزة تشتغلي أنا مستعد أجيب لك شغلانة في بورسعيد قبل ما رجلك تخطيها. Yeah.
تشوف شغلك شوية. يا بنتي سيبينا تسلطن شوية. تسلطن إيه؟ إحنا بقينا العصرية يا جلال. أنا من ساعة ما اتجوزتك ما شفتكش، يعني رحت شغلك ده غير مرتين بس. وأنت مالك؟ أنت غرمانة حاجة من جيبك؟ قلت لك سيبيني أكمل النفسين بتوعي عشان أكمل السلطانة وغوري من وش السعادة. أغور؟ ما أنت مش عايزة تسيبيني أكمل السلطانة. أنا عايزة مصلحتك يا جلال. لا يا ست، انا مصلحتي ان يبقى جيبي فيه فلوس، اول ما الفلوس تخلص ابتدي ادور على مصلحه جديده. خلاص اتكلي بقى غوري. ما بالذمة ده كلام برضو. بقول لك ايه، اعملي حسابك انا جاي لي الليله دي شويه اصحابي يسهروا معايا، تعملي لنا عشاء يكون على المزاج. هو كل يوم عشاء؟ احنا حلتنا فلوس اصلا. انت مال قالك؟ انت دافع حاجه من جيبك؟ يلا غوري. اخس عليك يا جلال، اتغيرت قوي. اهو طلع نائبك على شونه يا زهره. كنت فاكره ان جلال ده هو الانسان اللي هيحميكي ويعيشك مستوره ويهنيكي. كنت فاكره بيحبك بجد. اهو طلع اكبر مقلب في حياتك. الله يخرب بيتك، كل يوم تحشيش تحشيش. طب الحل يا زهره هتعمل ايه دلوقتي؟ حبيب قلبي يا قلبي عليك. لا لا لا، ولو حتى يخاصمني. لا لا لا، وحبيب قلبي يا قلبي عليك. لا لا لا، ولو حتى يخاصمني. فاهمين المعاني اللي بتبظ من بين السطور في الكلام؟ بظ. بس يا حوش، يا صباح الدين الايوبي. هي ايه الحكايه يا جلال؟ ده عاشر واحد يخبط عليا ويسال عليه، انت بتدبسني فيهم ليه؟ سيبك منه، ما تساليش فيه. يعني ايه سيبني منه؟ انت فعلا واخد من الراجل ده بضاعه؟ ولا اول مره اتعامل معاه، ما انا اخدت منه وسددت له. بس هو بيقول ما خدش منك ولا مليم، وانك بعت البضاعه كلها وخدت فلوسها. افهم بقى انت صرفتها فين الفلوس دي كلها؟ صرفتها مطرح ما صرفتها، هو انا مش ورايا مصاريف؟ مخدرات واصحابك طول الليل. طب ما انت عارفه اهو، امال بتسالي ليه يا غندوره؟ لو صاحبك ده جه تاني اقول له ايه؟ قولي له استنى. ايوه استنى لحد امتى يعني؟ استنى الحين ميسره، انت هتفلقيني، قومي شوفي لي هاكل ايه يلا. حرام عليك يا جلال، احنا كده بناكل بفلوس حرام. ما تكبرهاش امال، بكره لبس طاقيه ده الراس ده والمساله تمشي حلاوه. بالنصب على الناس يا جلال؟ اوه وبعدين معاكي بقى، ما قلت لك ما تكبريهاش، قومي شوفي لي لقمه كلها احسن ما مات من الجوع. كان عندي حق لما قلت لك سيبني اشتغل. كانوا ادوكي كام يعني؟ 200 300 ملطوش في الشهر. انا بنت انزل اللي اجيبهم هنا تصرفوا على الحشيش والخمره وعلى اصحابك طول الليل، مش كده؟ اقعدي نقي وقري واتكلمي جوه كده، انا مش فاهم السواد ايه دول؟ على راي المثل اكل وحلال. احنا وصلنا يا فندم. زهره هانا، احنا وصلنا. أنا مش عارف ليه شاكك في واحد معين. خليل أخوك. معقول يعمل حاجة زي كده؟ ما أنت عارف يا خليل أخوك مصلحته إن أنت تتجوزي واحد غني عشان نستفيد من وراك يا زهر.
الو، انت قافل موبايلك ليه طول اليوم يا خليل؟ ما شحنتوش. انت فين دلوقتي؟ طب تعالى انا عايزاك. مع السلامة. زي ما بقول لك يا زهرة، أمك عيانة قوي 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 والمصاريف كترت عليا. إيه الكلام ده يا خليل؟ أمال فين الفلوس اللي بعتها لكم الأسبوع اللي فات؟ أسبوع إيه؟ أسبوع إيه اللي فات؟ وأمك عيانة زي ما قلت لك، بتشرب حوالي 36 إزازة دواء في الأسبوع يا زهرة، المصاريف كترت عليا. أمال أنت فين ميتك يا خليل؟ هوديها فين ما أنت عارفة؟ هوديها نفقة بتاعت طليقتي وبصرف على أمك والدواء بتاعها. إحنا دلوقتي عايشين على السلف والدين. من سمعك الحال من بعضه، ده انا الايام دي عماله ادور على شغل. ايه ده؟ شغل ايه؟ امال فين جوزك اللي بتقول عليه كسيب قوي؟ كسيب قوي بفلوس غيره، بينصب على الناس وبيصرف فلوسهم. طب فين الناس دي؟ استغفر الله العظيم يا رب، اجيب لك بس فلوس منين؟ من معاك؟ انت مش بتشتغلي وبتاخدي مهية؟ ما انت مقشطني اول باول. اتصرفي، انا دماغي فاضيه ومطبله ومش هعرف انزل شغلي غير لما اكيف نفسي. اعمل ايه يعني؟ خلاص اخبط دماغك في الحيطه. بقول لك ايه، هات القوشه اللي في ايديك دي. انت بتقول ايه يا جلال؟ ولا اقول لك هات السلسله اللي في ايدي. عايز تاخد شويه من السيخه اللي حلتي؟ بفلوسي يا روح امي. فلوسك ايه؟ فلوسك كلها راحت على الحشيش وعلى الخمر يا جلال. ما هو انت هتجيبي القوشه يا السلسله. بقول لك ايه، هو انت كل شويه عايز تضربني يا بابا؟ انت بتمدي ايدك على بقيت فين؟ ايه اللي وداك البيت دلوقتي؟ بديهة ايه وزفت ايه؟ انا عايزاك لوحدك. سيب كل اللي في ايدك وتعالى دلوقتي يا خليل. اتفضل. شفت المقلب النص كوم اللي عمله جوزك معايا النهارده؟ عمل ايه؟ رحت للسوق التجاري عشان اشتري شات قمصان وشات كوفيات وشات ملابس داخليه لطالعين جداد الملولين دول. قال لي حبيبي خد اللي انت عاوزه، ما لقيت شنطه بلاستيك قد كده. في الاخر قال لي حاسب انت وروح امك. مالك يا روح امك؟ في السوق. يعني ايه مش فاهمه؟ اهو ركب دماغه بقى. قال لي حاسب يا روح امك قدام الناس في التجاري، وفضلت اجري وراه، خد التجاري ده وجري على طول. وانا معيش الا اجره السكه اللي هرجع بيها القاهره. اسمع يا خليل. انا هجيب لك من الاخر. لو انت فاكر ان حيلتي قرشين انا عشت، والراجل اللي جوه ده عليه شيكات ومديون ويكن كمان يخش السجن. وانت ايه اللي مخليك تعيشي مع الراجل اللي جوه ده؟ المقبض الدولاب ده اللي معهوش ولا مليم. نصيبي بقى. نصيبك ازاي؟ اطلبوا منه الطلاق وروحي مصر معايا وانا هجوزك سيد سيدي هناك. يا شيخة نيل، ما عملتش ليه من الاول كده يا شملول؟ شملول؟ انت اللي شملوله، انت اللي قلتي ما اقدرش اعيش الا مع جلال، انا عايز اروح اعيش معاه في كوكب تاني. وبعدين يا جلال، هتعمل ايه في كل الديون والشيكات اللي انت عليك ديت؟ ده انت كاتب شيكات ب 10,000 جنيه. قلت لك ما تحمليش هم لاي حاجه انت. يعني ايه ما احملش هم؟ انا خلاص اتفضحت في العماره، حتى الشغل مش تحملني فيه. الدكتور اللي عندي قال لو حد جالك هنا تاني هطردك. انا مرتب حالي وهحلها ومش عايز صداع. ايوه ازاي يعني؟ انا هفلس على الخليج وموصي واحد صاحبي يبعت لي تاشيره وهم يضربوا دماغهم في الحيط. تفلس يا اخويا؟ على الخليج؟ طب قبل ما تفلس على الخليج فلسعني من حياتك وطلقني. لا يا كبد امك، انت هتسافري مع جوزك على الخليج. لا هطلقني ومش هسافر معاك يا جلال. مش هطلقك يا زهره، واعلى ما في خيلك اركبيه واضربي دماغك في اجمل حتت. انت اللي تخبط دماغك في اي حته يا حشاش يا خبرجي. مش كفايه مستحمله قرفك؟ مش مستحمله الظلم اللي انا عايشه فيه معاك؟
امك؟ ده انتوا عيله رمم اذا كنت انت ولا امك ولا اخوك اللي اسمه خليل، ده ناقص يمد ايده في جيب يا بت. يا بت ده انا واخدك خارج بيوت مش بنت بنوم. انت كمان بتضربيني. بتضربيني. انت طالع روح امك ووراقك هتوصلك. ايه يا زهرة؟ مالك يا حبيبتي؟ قاعدة كده ليه؟ جلال رجع يا ام. جلال مين؟ جوزي الأولاني. طب هو ليه ايه عندنا دلوقتي؟ بيقول إن أنا لسه على ذمته. على ذمته إزاي؟ هو مش طلقك وأنت في بورسعيد ورجعتي عشتي معانا تاني؟ بيقول إن هو ردني غيابي وبقت لي الاعلان على يد محضر وانا مضيت عليه. وانت صحيح مضيتي على حاجه زي دي؟ صحيح ازاي بس ياما؟ والله العظيم انا شفت حاجه ولا مضيت على حاجه. خلاص ما يهمكيش بقى منه ده، بس تلاقيه سمع ان معاكي قرشين عايز بقى يجي يعملهم عليكي كده وياخد منك اي حاجه. هو خليل بيه وصل اهو. انت عايزاه في حاجه؟ حق لك، انا هو اللي عملها. يخرب بيته عمل ايه الموكوس ده؟ ايوه يا عسل، انت يا عسل. شفتي اول ما كلمتيني في التليفون جات لك طياره؟ ولا بلاش طياره، احسن بتوع اللي مندوب في الميه. يا حبيبتي اقعد يا خليل. ايوه ايوه حبيبتي. ازيك يا امه؟ ايه بقى الموضوع الجامد قوي اللي طلبتيني عشانه؟ انت قابلت جلال؟ جلال جوزك الاولاني. كلمني في التليفون. انا مش عارف غيرت جاب تليفوني منين. انا بصراحه بقى تليفوني بقى منتشر، عايز اغيره باقصى سرعه. يا سلام يا زهره لو شفت جلال المقش في المقيح بتاع زمان. دلوقتي ايه لبس؟ ايه وقبها؟ ايه اوتيلات؟ اكل شرب؟ سيبك من الكلام ده كله، خليك معايا خليل. انا معاك يا عسل. قال لك ايه؟ مفيش. قال ايه؟ بيستعبط. انا عمال كده، انا ضحكت، قلت لسه على ذمته. لما هو قالك كل الكلام ده ما جيتش ليه قلت لي يا خليل؟ انت صدقته يا واد؟ اصدقه ازاي يا ماما؟ انا قلت خليك مع الكذاب لغايه الدار والباب يثبت بقى. يعني يا خليل هو بعد ما طلعني ما استلمتش اي اعلان هو بيردني فيه؟ اعلان ايه اللي استلمه وانا ما اعرفش الحاجات دي ولا عمري استلمت حاجه زي كده؟ ولا انت ياما؟ يا حبيبتي لا، انا مش فاكره حاجه زي دي. وتفتكري ليه اساسا ياما؟ الراجل ده بيشتغلنا. طب ايه رايك بقى يا خليل ان هو طلع صوره من الاعلان وعليها امضتي؟ ده معناه ان في حد استلم الاعلان ومضى مكانه. ايوه انا افتكرت دلوقتي، مره لقيت اخوك بيفتح الباب ولقيت قدامه محضر وعسكري. عادي، كان كل يوم بيخبط علينا واحد عسكري ونقول له العنوان غلط. وبعدين انت بتقولي ايه الكلام ده يا اما؟ لا بقى، ده انا فاكره كويس قوي يوم ما قلت لك مين دول يا واد، قلت لي دول ناس غلطانين في الشقه. صح يا اما، غلطانين في الشقه فعلا. اليوم ده انا فاكره كويس، كانوا بيسالوا على البنت الحراميه اللي اسمها عايده أباليك اللي بتسرق الأباليك من الشقه دي. حرام عليك يا خليل، قول الحقيقه ما تودينيش في داهيه. انت كده بتظلميني يا زهره. معقوله اخت حبيبتي اعمل فيها كده؟ يجي لها اعلان علشان يردها لجوزها، انا اروح مكانها؟ انا ازور وامضي كده مكانها؟ دي جنايه. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا حاج؟ خير يا حجي؟ نقيته فيها؟ قريته؟ حكي بنته قركه ذكر. هي زهرة طلعت كانت متجوزة قبلي، يعني جوازي منها طلع في شنك. ده بس علشان ربنا بيحبنا. ايش بدك يا حجي؟ هي عندك عصفورتين بياخدوا العقل وبيتمنوا لك السعادة، ايش بدك اكتر من هيك؟ بدي زهرة وابني يرجعولي يعيشوا معايا، يعششوا معايا في عش جميل. سيبتها ابقى مطمن ولا فكرش اتجوز تاني؟ يا بسبتي، هو انت لو معرفتش ترجع زهرة هتتجوز تاني؟ ومين قال لكم بقى ان انا مش هقدر ارجع زهرة؟ طول ما في هنا مخ وفي فلوس زهرة هترجع، يعني هترجع. بعدين انتوا اغبياء مش عارفين مصلحتكم. زهرة دي
سوى من امان ليكو، طول ما هي عايشه معايا مش هفكر اتجوز تاني. شفت يا اختي الصمام الامان قال يغز العين حظنا بيفلق الصخر. على فكره يا حليمه ليك عندي خبر هيبسطك. يا سلام، مش معنى هي بس اللي هتقول لها خبر يبسطها؟ وانت مالك انت؟ وانت ليك اخ كان ميت وطلع عايش. شو عم تحكي يا حجي؟ اخوك المرحوم ماجد طلع مش مرحوم ولا حاجه، طلع عايش. عايش؟ عم تحكي عن جد يا حجي؟ ايه عم بحكي عن جد. يعني الراجل اللي انت شفتيه ده فعلا اخوك، والست اللي انت شفتيها تبقى مراته. يعني طلع عايش وكمان متجوز؟ طلع زهرة. الو اي فوزي، عملتي ايه؟ قابلت اخوكي؟ مش عارفه زهر، انا كلام اخوكي ده مش مستريح له، وحاسس كده ان هو استلم الاعلان مكانك ومضى امدتك. جلال وعدني انه هيوريني صوره الاعلان وامدتك عليه. اه لو طلعت مش امدتك هيبقى انت كده ما عندكيش علم وتبقي حسنه النيه. طب افرض بقى الامده اللي على الورق ديت لقوها شبه امدتي، هتطعن بالتزوير؟ والطعن ده هياخد قد ايه؟ يا نهار اسود يا فوزي، هو انا هقضي حياتي كلها في المحاكم؟ انا بجد زهقت وتعبت. ماشي يا فوزي، ماشي ماشي، خلاص مع السلامة. ماجد تتغدى هنا ولا جوه؟ ماجد كنت بتقولي ايه؟ ما خدتش بالي. بقولك تتغدى هنا ولا جوه؟ جوه. 10 دقايق والاكل يكون جاهز. يا ترى يا نوال انت مين؟ وايه اللي انت مخبيه عني؟ ايه سبب الخوف اللي انت عايشاه ومعيشاني فيه؟ وليه عايزة تبعديني عن الشخص الوحيد اللي ربطني بحقيقتي وبالماضي؟ ليه التخفي والسفر والهروب اللي ملهوش نهاية؟ يا ريت أقدر أواجهك بشكوكي، يا ريت أقدر أعرف منك حاجة، لكن ما أقدرش. أنا من غيرك هروح فين والمين؟ هرجع تاني للضياع اللي كنت فيه. آه يا ماجد، مفيش حل قدامك إلا الصبر، الصبر. حسبي الله ونعم الوكيل. اهلا وسهلا يا جلال. وحشاني يا حمادي، وحشاني. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، احنا بنصغر وبنحلو، بقينا زي القمر اهو. بسم الله. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل يا جلال. ايه الغيبه الطويله دي؟ ما انت عارفه بقى يا حمادي، اكل العيش. وبعدين انا ما عملتش كل ده الا عشان خاطر عيون زهره حبيبتي. طب وزهره مالها ومال سفرك؟ مالها ازاي يا حمادي؟ أنا قلت إن زهرة دي لازم تعيش عيشة البرنسيسات، يعني لازم تلبس أحلى لبس وتسكن في أحلى بيت وتركب أحسن عربية. لازمته إيه يا ابني الكلام ده دلوقتي؟
انت مش طلقتها قبل ما تسافر؟ يا دي طلقتها، ما قلنا يا حماتي زلت لسان وغلطه، وانا صلحتها ورديتها وقلت الكلام ده 100 مره. انا مش فاهم، مش فاهم انتوا ليه كلكم مصرين ان انا مطلقها. مين كلكم دي؟ انت وخليل والمحامي المبعجر بتاعها ده. ما هو ده يا ابني اللي حصل. برضه هتقول لي ده اللي حصل؟ امال ازاي الاعلان بتاعي وصل لكم ورجع لي وعليه امضتها؟ يعني عرفت؟ حماتي تعملي فيها معروف وتقولي لي هي فين؟ اصل انت ما عندكيش فكره يا وحشاني قد ايه. هي مين؟ زهره مراتي. هي مش موجوده. راحت فين؟ خرجت. خرجت وماله؟ نستناها نستناها، احنا ورانا ايه؟ بس على فكره حماتي البيت ده حلو قوي. هو بيتها؟ امال عايشين فيه ازاي؟ اصله شكله غالي قوي. هي دفعت فيه كام؟ مش فاكره. انت مش ملاحظه حماتي ان انا من ساعه ما جيت وانت ما فكرتيش تعزميني على حاجه؟ عايز ايه يا ستي؟ عاوز سلامتك، خليها بعدين، انا دلوقتي تعبان وبفكر اطلع ارتاح فوق شويه. تطلع فوق فين؟ فوق اوضه النوم. هو مش فوق اوضه النوم؟ انت اتجننت؟ اقعد هنا، البيت ملوش حرمه ولا ايه؟ حرمه ايه يا حماتي؟ بس بيت مراتي، يعني بيتي عن اذنك. تعال هنا، تعال. يا فاطمه اسمك ايه؟ ماجد. ماجد، الله اسمك حلو قوي يا ماجد. تلعب بايه؟ عبيه. عبيه حلوه، عبيه دي، وعبيه دي حلوه قوي. نلعب. العب. اهلا، ايه اللي بتعمله ده؟ اسمك ايه؟ ايه؟ مروان. طب علي صوتك، اسمك ايه؟ مروان. ايوه برافو مروان. بتعمل ايه؟ ايه؟ بتعمل ايه؟ تلعب بايه؟ والقطر ده حلو قوي، القطر ده، بس انت مكسره كده ليه؟ اصلحه لك؟ طيب هشوف حاجه كده واجي اصلح لك القطر. ماجد ومروان جابتهم امتى دول؟ هو ده جناح الأطفال، يبقى جناح الهانم هنا. نشوف جناح الهانم. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. ماشية في بحر الحياة.